سلام الله عليكم أيها المشاهدون والمشاهدات، وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة للبرنامج الرياضي هلا رياضة، والذي يبث إليكم في بث حي ومباشر عبر تلفزيون هلا وموقع بانت. بداية نرحب بضيوف الحلقة. يوسف سبيت من الطيبي، عضو الاتحاد العام، أهلا وسهلا بك يوسف. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. ونرحب بالناشط الرياضي والحكم السابق عبد الفتاح محميد من أم الفحم، أهلا وسهلا بك سيد عبد الفتاح. وبك وبجميع المستمعين والمشاهدين. بداية بدنا نسأل يوسف سبيت اللي يطمن الجمهور، بما أنك عضو الاتحاد العام يعني في عن فريق الطيبي، شباب الطيبي، وين موقع شباب الطيبي اليوم؟ كانت في رسالة من موقع أحد المواقع أنه فريق الطيبي يعني في الدرجة الثانية. طمن الجمهور الطيباوي وين موجود فريق الطيبي. طبعا صعب لنا جواب هذا السؤال في الوقت الراهن. شباب الطيبي في الدرجة الأولى، ولكن في استئناف اللي قدمه المحامي وهاد كوهن من قبل شباب طمرة، انه بعارض على القرار الاتحاد العام لكرة القدم انه ابقوا شباب الطيبي في الدرجة الاولى. نأمل في نهاية المطاف وانه شباب الطيبي يبقى في الدرجة الاولى ويلعب في الدرجة الاولى بعد التدخل المباشر من رئيس بلدية الطيبي الاخ شعاع مصار منصور، اللي كان في المحكمة في العدل في محكمة الاتحاد العام في المحكمة العدل العليا، انه دفعوا كل المستحقات وفريق شباب الطيبي باقي حسب قرار محكمة العدل العليا في الاتحاد العام لكرة القدم. ولكن الاستئناف اللي قدمه اليوم المحامي وهاد كوهن انه بيدعي انه القرار مش قانوني، انا حسب رايي القرار قانوني وفريق شباب الطيبي ان شاء الله سيبقى في الدرجه الاولى. مع العلم يوسف انه ابويل شباب الطيبي سيلاقي فريق ابويل رعنانا يوم الاثنين القادم اللي هو يوم غداً. طبعا في مباراه كاس الدولي. طبعا كاس الدولي ممكن تاجل، المفروض انها كانت تقام يوم الجمعه، ولكن عدم تسجيل شباب الطيبي في الوقت المحدد له اجل المباراه لغدا اللي طبعا في ساعه محدده اللي هي 2:15. نتأمل طبعا، وهذا كل أمل الجمهور الطيبي ورئيس البلدية، إنه شباب الطيبي يلعب المباراة الأولى في الدرجة الأولى ويبقى في الدرجة الأولى عشان الجمهور الطيبي يستحق فريق في الدرجة الأولى أو حتى أكثر. وننتقل في هذه اللحظات إلى الناشط الرياضي عبد الفتاح محميد. يعني أنت ناشط رياضي من نوع آخر، كل البلاد تشهد لك في عندك نشاط رياضي من نوع آخر، والنشاط الرياضي هو كل لاعب في لعب في الوسط العربي من اللاعبين من الدرجة العليا حتى الدرجة الثالثة، أنت بتعطيه كل الاحترام وبتقدم هذا اللاعب للمجتمع الجديد للأجيال الصاعدة وبتبرز صوره وين لعب. شو بالنسبة لفعالية هذا النشاط اللي بتقوم فيه في كل الوسط العربي؟ طبعا احنا كما هو معلوم قبل 3 سنين بلشنا في الخطوة هاي، أنشأنا صفحة رياضية تهتم وتعتني بشؤون نجومنا القدامى، الكباتننا القدامى واللي كانوا مهمشين عدة سنين. طبعا كانوا نجوم وأمتعوا، طالما أمتعونا فأقل الواجب إنه إحنا نشكر هذول الناس ونعيد هذول الناس للواجهة ونجحنا. أنا كنت متخوف ومتردد بالنسبة للصفحة، ولكن أنا تفاجأت، الإقبال إشي رهيب. اليوم الصفحة فيها 6000 وإشي عضو، ولكن متابعين للصفحة كيف أنا بودولي من الفيسبوك إنه في عنا حوالي 500,000 مشاهد بيشاهدوا الصفحة في الوطن العربي وفي كل المحلات. عبد، ما يميز أنت يعني الأمور اللي بتعطيها للجمهور المشاهدين إنه كل مرة أنت يعني بتعطي صورة للاعب، صورة وبعطي وين لعب هذا اللاعب، اللي احنا بنقول هذا اللاعب يعني بعده في الحياه او انا الحياه. الاخ عبد حسب رايي اللي كان في الاخ عبد خطوه، انا بقول لك جباره جدا، انه فعلا نحترم هذول الناس اللي قدموا كثير لكل لاعب في بلده، انه ذكريات يعني انه اقل ما فيها انه الاحترام، انه هذا اللاعب موجود لليوم ان كان حي او ان كان ميت. انت بتعرف انه الجيل الجديد بيعرفهم مش فكل احترام عبد على الخطوه،
وبنشد عيدك والاستمرار بهاي الصفحة، وإحنا من أول الداعمين إلها إن شاء الله. سنتابع مع عبد، سنتابع مع يوسف أمور الاتحاد، أمور اللاعبين القدامى، ولكن ننتقل وإياكم لأهم نتائج الدرجة العليا. مكابي الرينيا أبويل بير السبع 1-1، أبويل بتحت تكفى اتحاد أبناء سخنين 1-1. نذكر جمهورنا الكرام، نتمنى الشفاء لبيرم كيال بالإصابة في مباراة يوم أمس كانت ضد أبويل بتحت تكفى. أبويل حيفا مكابي بتحت تكفى 2-1، أبويل تل أفيف مكابي نتانيا 2-0. ومساء اليوم ستجري المباريات التالية: أبويل القدس مكابي حيفا، أبويل الخضيرة مكابي تل أفيف، والنادي الرياضي أشدود يستضيف بتار القدس. ونشاهد ما قاله كابتن مكابي الريني نائل خطبة بعد المباراة يوم أمس في النتيجة 1-1. نائل خطبة كابتن مكابي الريني: تعادل مع فريق أبويل بير السبع، يعني هاي نتيجة طيبة بنقدر نقول، كنتم قريبين من الفوز، شو بتحدث عن مستقبل الفريق في المباريات القادمة؟ أكيد الحمد لله، اللي شاف مكابي أبناء الريني بشوف اليوم إنه فريق مكابي أبناء الريني فريق قوي. اللي بهمنا اليوم أكثر الأداء، بهمناش النتيجة، المهم يكون الفريق منيح، وهذا اللي شفناه اليوم، في أداء وفي فريق منيح، ان شاء الله لقدام الانتصارات راح تيجي. انتم شايفين انه الفريق يعني صار يقف وقفه جيد على ارض الملعب مقابل فريق قوي، ما هي يعني التحضيرات لمكابي تل أفيف وبيطار القدس؟ نفس التحضيرات ولا الفريق صار يشعر انه فريق هو مكابي الريني بالدرجه العليا وهو مثل كل فريق؟ اكيد من لعبه للعبه عم بنشوف الفريق عم بيكسب الثقه اكثر من مباراه لمباراه، وبهمناش ضد مين قاعدين نلعب، المدرب قاعد يحضرنا لكل لعبه بشكل مختلف حسب الفريق اللي راح نلعب فيه، المدرب بدرس الفريق الاخر، وخلال الجمعه بالتمارين بعملنا الاشياء اللي لازم نعملها باللعبه، ومن فرحتنا انه بنعمل الاشياء اللي كيف بيطلب منا المدرب على ارض الملعب، والحمد لله يعني اليوم حصلنا على نتيجه تعادل، وكنا قريبين جدا من انه نفوز بالمباراه، ان شاء الله بالمباريات القادمه نقدر نحقق انتصارات. نائل خطبة كابتن فريق الريني ان شاء الله بتوصل. يوسف سبيت عضو الاتحاد العام لهذا الموسم، يعني وظيفه جديده في الاتحاد العام، ما هي مهمه يوسف سبيت لتقدم الوسط العربي في كره القدم؟ أول شيء أنا مش عضو، أنا عضو فعال، كنت في درجة ألف وباء وجيم، واليوم استلمت مهمة جديدة اللي هي طبعا أزيد لتقدم الوسط العربي والوسط اليهودي، بس هي أزيد في الوسط العربي اللي هي دعم الفرق الرياضية ودعم الإدارات العربية واللاعب العربي. طبعا هاي مهمة جديدة بتأمل أن أنجح فيها أنا وباقي زملائي الموجودين بهاي المهمة، وانه نكون على قدر المسؤوليه ونساعد كل الفرق العربيه والادارات العربيه، مع ان انا في خطوه جديده اللي قامت فيها الاتحاد العام هي تحديد الميزانيه في الدرجه الاولى. شو رايك بهي الموضوع؟ انا من المؤيدين لها، واحنا بنشوف اخ عبد انه عده فرق بعد طبعا فتره قصيره جدا تختفي عن الساحه الرياضيه بسبب المبالغ الطائله اللي كانوا يدفعوها للعيبه، ونشوف. انت ضد الفكره؟ انا مع الفكره انه يحددوا هاي الميزانيات، مش ضد الفكره، بالعكس انا مع هاي الفكره انه نحمي خصوصا الفرق العربيه والدول العربيه. لا يعقل انه لعيب في درجه اولى يتقاضى معاش ما يقارب 25000 شيكل، يعني بتفوتش الراس، وهذا سبب اندثار اللاعب العربي في الدرجات الدنيا بسبب هاي المبالغ طبعا، وانه عده فرق اللي تبع تفككت مش موجود اليوم. يوسف انت كان عندك فريق في الدرجه الاولى تفكك هذا الفريق اليوم؟ لا الفريق ما تفككش. الفريق في الدرجه الثالثه بسبب الميزانيات، بسبب الشباب الطيب يعاني، الشباب الطيب يعاني، عده فرق ابناء كلانسه وصعد للدرجه الثانيه وتفكك، يعني فريق سال ان لله واليه راجعون. طبعا عده فرق، ام الفحم كل يوم كل سنه بيكيموا فريق، في فرق من سبع علم مكابي اخا الناصره، مكابي اخا الناصره هبط على شفره على شفا حفره، بدل الموسم في خصم 12 نقطه طبعا. فانا مع هاي الفكره انه تحديد الميزانيات ان شاء الله. عبد بدي اتفهم كل المحبين لعبد، لا انت بتسميها يعني نجوم الكباتن، اعطيت كل اسم كابتن، وهذا إشي اللي اللاعب القديم بشعر فيه في احترام. كيف تواصلك مع هاي كل اللاعبين في الوسط العربي؟ هاي بدها انسيكلوبيديا يعني بيمش.
ومعروف يعني انه انا علاقاتي متشعبه كبيره مع كل نجومنا من اقصى الشمال لاقصى الجنوب. هن بيتصلوا فيك ولا انت بتتصل فيهم؟ في تواصل، في انا بتصل وفي انا بتواصل وعده مرات وببعث في عن طريق الواتساب ومكالمات ومشان يزودوني في المواد في المعلومات في الصور والحمد لله. عندك ارشيف لهذه اللاعبين يا؟ طبيعي في عندي ارشيف طبيعي، كل الصور محفوظه وكل المواد محفوظه. بتامل احنا قاعدين على بصدد انه نطور الصفحه ونعمل فعاليات، وهذا الشيء بده تعب طبعا. هي شغله مضنيه مش يعني بالسهوله انه انتم بالصاحب تشوفوها بتكروا المعلومه وبتشوف الصور وشيء، بس لكن انا بتعب كثير مشان احصل على الهاي. والحمد لله تواصلت مع نجوم يوسف، كان من اكبر نجوم الطيبه في الوقت الماضي. اليوم اولاد الطيبه بيعرفوش انه يوسف كان لعيب فوتبول، بيعرفوا انه هو مدير استاد. هاي المشكله هون عم عبيد، استاذ عبيد، كابتن عبيد، هون المشكله انه خلص يوسف فوتبول. انا بديك شغله انه خلص بعد عن الساحه. هو بالمناسبه هو موجود بعده بالساحه وفي الفوتبول وفي عضو في الاتحاد العام وفعال وعنده فريق وكل هالشغلات بضل هو. انا سالتك عن يوسف كم سؤال فاجبتني، كان من اسرع حتى من نجوان غرايب، سريع جدا ولعيب ويمكن كان له امكانيه يلعب في درجات اعلى، ولكن هو لعيب منيح وبعتقد عمل هسبا عمل يعني تحويله من تحويل. من من كان هو مهاجم. وشوف هالمعلومات انت بتعرفها المعلومات. مشكورين على الاطراء. بس انا في جمله اللي انت قلتها ولازم اوقفك عليها، كابتن كابتن بكى في الزمانات فعلا، يعني رمز الفريق. فهاي كلمه كبيره. الكابتن الكابتن لما بكى يعني يغضب فريق، وخصوصا في الوسط العربي، هذا رمز لفريق اللي اليوم الاسامي الساطعه زي عندنا بكى عندنا بالطيب مثلا، عندنا رامي ظاهر، درويش عمشة، محمود عمشة، رائد العسل، تشومبي، سليمان ابو راس، ابراهيم ابو صبحه، عبد الله خضر، يعني لاعبين القدامى اللي كل الاحترام العبد انه لليوم موجودين. وهو بذكر كل عند عبد واسماء خالده في التاريخ الطيباوي. ننتقل واياكم لنتائج الجوله الاولى والثانيه لفرق العربيه في الدرجه الممتازه، حيث حقق هبوئيل من الفحم فوزه الاول امام مكابي هرسليه بالنتيجه 2-0 في استاد السلام. اما اتحاد شفا عامر فقد حقق فوزا ساحقا في المباراه الثانيه له، حيث فاز خارجيا بالنتيجه 3-1 على هبوئيل العفولة. سجل لشفا عامر اللاعب الشاب جبير بوشناك، وعلي خطيب كالعادة يسجل هدفين. أما هبوئيل عفولة سجل محمد جواد عواودي. إذن واليوم الساعة 7 يوم غد ستجري مباراة الجولة الثانية لفريق هبوئيل أم الفحم، سيحل ضيفا لينيت سيونا. أما الوحدة كفر قاسم سيلعب في استاد بلومفيد أمام ابن يهودا الساعة 7 يوم غد. ولنشاهد ما قاله أحمد أبو العام بعد الفوز الأخير. أحمد أبو العام، فوز أول في المباراة الأولى في استاد السلام، شو بتحكي؟ أول شيء مبروك للجمهور الفحماوي، أتمنى أن هذا الفوز أعطى الشيء الحلو للجمهور الفحماوي أنه يعود إلى المدرجات، لأنه فريق معي فحم. أنا قلت في بداية الموسم بقول هسه، قلت قبل شهرين بس مرود عيد عليها، عندنا هنا احنا ما يقدر ب 20 مباراة بيتية باستطاعة الجمهور الفحماوي، ما عندنا لاعبين ما يطلعوش من هنا ولا نقطة، اللي بيجيب ببيته 60 نقطة وبيقدر يجيبه في جنب النقطة مش هتحرك أشياء ثانية. الفوز جدا مهم، ولكن الفوز لا يعني أي شيء، ما احنا أهم شيء عندنا استمرارية هسه. ونطلع على نسيونا فريق جدا جدا ممتاز، كنت أنا والمدربين بيكون في التمارين نجيب نتيجة ممتازة، قاعد نرجع هنا نتعجى برضه نجيب نتيجة ممتازة، لأنه بحق لهي البلد إنها تفرح وبحق لجمهور معي الفحم إنه يفرح. باليومين القراب راح أقعد أنا والطاقم المهني هسه كان لنا عديد بالغرفة معهم شور مني إنه بضموا أخرى لاعب أو لاعبين اثنين على شرط يحرروا لاعب أو لاعبين
اثنين معهم كل الصلاحيه بضم اللاعبين اللي بدهم اياهم، وحتى كل لاعب بامكانهم يضم، مش بس اثنين، ثلاث لاعبين بامكانهم يضم على جيفنتين شايو وجيفنتين شايف فريق ما ينفع من ناحيه مهنيه، الكل شايف الثلث بكل تمام. ما كناش خطرين اليوم للاسف الشديد، وصلنا لاكثر من 20 فرصه، المباراه كانت تسجيل اكثر من 2-0، ولكن احنا جدا مبسوطين، مبسوطين انه جمهورنا بلش بالمفاعل، مبسوطين انه جمهورنا روح مبسوط. بتمنى انه الجمهور اللي ما جاش اليوم، بعرف انه في كثير اعراس، بعرف انه في كثير التزامات، انه يعود على الملعب ويعود يشجع فريق ميامي فحم، لانه فريق ميامي فحم بحاجه لجمهوره، بحاجه لبلده. ألف ألف مبروك أحمد أبو العام مدير فريق أبوائل. وفي هذه اللحظات نخرج إلى فاصل قصير، نواصل. عدنا إلى ضيوفنا الكرام، يوسف سبيت عضو الاتحاد العام، وطبعا يوسف أنت اليوم مدير استاد الطيبة طبعا الذي يستضيف فرق الطيبة وشبيبتها. يوسف بدي أسألك بداية، قبل ما أسألك كمان، منرحب بضيفنا الكريم عبد الفتاح محميد الناشط الرياضي والحكم السابق. بدي أسألك يوسف عن الفرق في الدرجة العليا، فرق العربية في الدرجة العليا اللي هي مكابي الريني وسخنين. طبعا شو نتمنى الشفاء العاجل للاعب بيرم كيال بعد الصعبه. طبعا حسب رايي انه بدايه موفقه للريني، اتعلموا من اخطاء الماضي، حضروا فريق يليق في الدرجه العليا، الخبره راح تغذى لها دور. طبعا سخنين غني عن التعريف، فريق عريق، فريق الوسط العربي اللي خبرته طبعا هي سبب وجوده في هاي السنين. انت بتشوف انه فرق الدرجه العليا يعني هي مش فريس السهل راح تكون؟ احنا شايفين انه امبارح مباراه امبارح اللي هي بير السبع متوازنه بينها وبين مكابي، طبعا نتيجه 1-1 نتيجه مشرفه للريني. وما ننساش انه بيعتمدوا ازيد طبعا على لاعبين عرب مثل عبد الله جابر، نائل خطبه، وبعرف شغل طبعا اخر كم لعيب عندهم هناك موجود في الوسط العربي، هذا اعتماد قوي. وطبعا الاداره هناك ماشيه في الطريق الصحيح. عبد الفتاح شو رايك بالدرجه الممتازه بالذات فريق أم الفحم الذي يصرح ويعلن أنه سيكون في الدرجة العليا؟ أبوائل أم الفحم معروف أنه فريق قوي جدا، تعزز عنده تعزيز جامد كتير قوي، وهو كل سنة يعني تقريبا بحضر وتبقى المهم. طبعا الخطوة الأولى أنه رجع لأستاد السلام، طبعا هاي إضافة كبيرة، أكبر قوة. يوسف عبد، أنا بدي أحكي لكم كلمة حق فليسمعها كل الجمهور العربي، بدنا كل الجمهور العربي واليهودي في الوسط العربي يتعلموا من جمهور أبوائل أم الفحم. جمهور أم الفحم صفر أخطاء، يعني بفوت في طريقة أدبية وبخلق يعني وبخلق أجواء اللي بتمناها كل مشاهد يشوفها في الملاعب. وإحنا من هنا من تلفزيون هلا بنحترمكم يا جمهور أبوائل أم الفحم، استمروا في تشجيع الفريق وأنتوا بتقبلوا الخسارة والفوز، وكل احترام. يستحقون كل التقدير والاحترام جمهور أبوائل أم الفحم، جمهور راقي، مش كيف ما بيصوروا زمان، الجمهور جدا منيح ومشجع وداعم للفريق وبتواجد في المباريات. الملعب الباطن كان يخوف شوي. الملعب الباطن الملعب الباطن على فكرة على فكرة على فكرة الفريق اللي كان يجي على أم الفحم في الزمانات في ملعب الباطن ملعب الجورة كانت في محطة وقود أول البلد، يتركوا نقطة هناك، والنقطة الثانية واللي داخلين على الملعب وفي بننساش زمان بقى نقطتين وصلت نقطة. على فكرة أنا بقول لكم أنا شفت فريق اتحاد شفا عمرو الصاعد الجديد، فريق ممتاز جدا، ظلم في المباراة الأولى يعني وخسر عن طريق خطأ من الحكم، ولكن في مباراة العفولة يعني صفع العفولة بثلاثية وكاد أن يصفع في أكثر. اتحاد شفا عمرو أنا شفته، أنا بصرح إنه فريق شفا عمرو سيكون له يعني كلمة قوية. الاعتماد أخرى مرة على لاعبين عرب مثال سطوف، شيخ يوسف، مصطفى شيخ يوسف لاعب من الطيبة سابقا. على فكرة مصطفى الشيخ يوسف اللي احنا بنقوله سطوف كل احترام، يعني رجل المباراة كان وأعطى مباراة
يعني مباراة كلاعب مجرب في الدرجة الممتازة. طبعا هو لاعب مجرب في الدرجة الممتازة، عنده فوتبول كبير وشفناه طبعا من آخر السنوات اللي هو صعد مع عدة فرق لدرجات مع شفا عمر ومع طبرية. مع طبرية هو لاعب سابق في أبناء الطيبة، أنا داعم أول له. بنساش طبعا لاعب علي خطيب اللي بثبت من كل مرة أنه لاعب مستوى عالي جدا. إحنا بس بدنا نسأل عن كفر قاسم. كفر قاسم تعزز وبتأمل أنه يعني انه الفريق ما يقومش باخطاء الماضي. احنا بنتامل انه كفر قاسم اخواننا من كفر قاسم يتعلموا الدرس السنه الماضيه، يتعلموا انه يبقى عبره ويرجعوا السنه اقوى. واحنا طموحنا انه بدنا نشوف احنا كعرب كاقليه عربيه عندنا لازم يكون عندنا اقل شيء 20% من عدد الفرق في الدوريات الممتازه العليا والممتازه والاولى. بتواجد هناك رجل اللي هو رجل مواقف اللي هو الأخ بلال بدير اللي هو رئيس إدارة كفر قاسم، بس في غلطة واحدة بكفر قاسم من لحد اليوم فيش عندهم ملعب بيتي. هاي يعني من ضعف الفرق العربية إنه الملعب البيتي هو يعني ثكنة عسكرية، ثكنة رياضية خلينا نسميها أفضل من الثكنة العسكرية. وفي إطار استكمال المدربين شهدت قرية دير حنا دورة استكمال مدربين للمدربين العرب واليهود بحضور أكثر من 400 مدرب في ضيافة المسؤول عن رابطة المدربين العرب السيد أحمد عباس، لنشاهد ما قاله أحمد عباس عن هذا الاستكمال في شمال البلاد. السيارة وتروح على فينجت أو على رماد جان. اليوم إحنا برابطة المدربين قررنا إحنا يكون نعمل دورات استكمال بجميع المناطق شمال المركز الجنوب. الحمد لله رب العالمين، شايف قديش الحضور طبعا مشرف وكبير. واليوم يعني قاعدين يجوا عنا مدربين، اليوم موجودين مدربين من الوسط اليهودي جايين من منطقة الجنوب ومن القدس ومن المركز من تل أبيب. لاحظت حتى يعني حراس مرمى من الدرجة العليا من منتخب إسرائيل، هنا ضيوف كثر اللي هن من جنوب البلاد وحتى شمالها. أحمد، هل من جديد للمدرب العربي أو المدرب في دولة إسرائيل؟ شوف، أول شيء بالنسبة للدورة اليوم هي أكبر دورة بتاريخ الدورات اللي احنا قاعدين نعملها. سجلوا الدورة 427 مدرب، يعني هذا رقم خيالي قياسي. طبعا حسب الإحصائيات عندنا أكبر دورة استكمال. بالنسبة لسؤالك أخ عبد، طبعا اليوم المدربين كان العرب أو اليهودي أو المدرب الإسرائيل بحب يستكمل، بحب يدور على أشياء جديدة. طبعا حكيت أنه بحب، هل هذا الشرط لكل مدرب أنه يحضر الدورة؟ لا، عشان أوضح شغلة. اليوم طبعا في هنا نوعين من المدربين، مدرب اللي بحب يتعلم وبحب يتجدد وبحب يجيب أشياء جديدة، ومدرب اللي ناقصه 15 نقطة. إحنا عشان يتجدد كرت المدرب سنويا لازم يكون عنده خلال آخر 3 سنين 15 نقطة. عبارة كل يوم كم نقطة من اليوم؟ طبعا 6 نقاط استكمالية. في عدد كبير من المدربين، وهذا أنا اشتغلت عليه أخ عبد، إنه يكون دورة استكمال قبل بدء الموسم الرياضي، لأنه كثير مدربين بدون هاي دورة الاستكمال. في عدة مدربين ناقصة 5 نقاط، في 3 نقاط اللي طبعا راح تساعدهم بتجديد. وفي سياق هذا يعني الاستكمال، شاهدنا المدربة العربية التي تشترك في هذا الاستكمال في قرية دير حنا، ولنشاهد ما قالته المدربة آية عابد. أي عابد، موجودين اليوم في دير حنا دورة استكمال للمدربين العرب، أنت متواجدة هون وإحنا بنعرف أنك حكمة في الدرجة الثانية هنا في الوسط العربي. إيش بتستفيدي من هذه الدورة وإيش بتقولي أنه اشتراك الفتيات من الوسط العربي في هذه الدورات؟ أول إشي طبعا بحب أجي على هاي الدورات كل ما يكون في استكمالات لدورات المدربين، بحب أجي عليهن عشان أنا أول إشي أفيد حالي بإني أعرف. أنا برضو لعيبة فوتبول مش بس حكم ومدربة، فكمان أنا عشان أطور من حالي شخصيا، وبعديها عشان أقدم البنات اللي بيلعبوا بفريقي. أنا ماسكة تقريبا 4 فرق، فحابة إنه هدول البنات ياخذوا خبر مني ويوصلهم كل الدعم مني. بس مجبورة أنا بالأول أخذ أتعلم أكتر وأتطور أكتر عشان أقدر أوصل لهم فكر صح اللي يقدروا يصمدوا فيها بالملعب.
أي عابد حدثينا من وين أي عابد ومنين بتأخذي هاي القوة والتشجيع؟ أول شيء أنا أي عابد من كرة البعين دير الأسد، عمري 24 سنة، صار لي قريب من 13-14 سنة بمجال الفوتبول كمدربة وحكمة ولعيبة. أكثر الداعمين إلي كانوا أهل بلدي، كانوا عائلتي طبعاً، أصحابي. شو شفتي من هذه الدورة اللي يعني بعملها المسؤول عن اتحاد المدربين أحمد عباس إنها مهمة، تواجد الوسط العربي واليهودي، مدربين مدربات عرب يهود في دير حنا؟ أول إشي أهم إشي بهاي الدورات لما عن جد نجتمع إحنا كعرب يهود بدون ولا أي عنصرية، بدون ولا أي مشاكل، نتفاهم بعض، نعرف بعض، أصلاً نتعرف على وسطنا اليهود، يتعرفوا علينا ونتعرف عليهم، عشان إذا التقينا بشي لعبة بشي مرة بألعاب ما يصيرش فيه خناقات، نقدر نتفاهم مع بعض. لأخير كلاتنا جايين عشان نطور من فرقنا أو من اللعيب اللي عندنا من أولادنا. أي عابد كل الاحترام وكل النجاح إليك بالمستقبل. يوسف احنا بنشوف استكمال المدربين، يعني في تطور للمدرب العربي، حتى هذه الدورات صارت يجيبوها على القرى العربية، وانا شفت يعني حضور اكثر من 500 مدرب. بدي منك كلمة للمدرب العربي، كيف بتشوف؟ طبعا اخر فترة بنشوف انه المدرب العربي صار له قيمة شوية، وصار اهتمام ازيد عندنا انه مدربين اليوم بدربوا في الدرجة الممتازة، بتأمل انهم وصلوا الدرجة العليا، وبنشوف انه في اهتمام وفي تقدير وفي دعم للمدرب العربي في كل فرق العربية. الدعم يعني بدي اسال العبد، انت مجرب، الدعم كان عزم نصار، يعني المرحوم عزم نصار، كان يعني مدربين كثر اللي كان يعطوا ايمان فيهن، اليوم الفرق العربيه تتخوف من المدرب العربي. في مشكله كابتن عابد، في مشكله عندنا، عقده الخواجه، عندنا عقدة الخواجة، هاي لازم يتحرروا منها. الإدارات العربية وعدة مرات توجهت للإدارات العربية تحرروا منها، عندنا كوادر ممتازة، عندنا مدربين أكفاء بقدروا يدربوا، بس آخر فترة احنا بنلاحظ كابتن يوسف بقدروا يدربوا، بقدروا، بس احنا اليوم آخر فترة ضغط قسم الشباب وفرق حتى في الدرجة الثانية، في الدرجة الأولى كان الاعتماد أزيد على المدرب اليهودي، بس احنا اليوم بنلاحظ انه أزيد على المدرب العربي. يعني احنا اليوم طلع على الدرجة الأولى أغلبية المدربين مدربين عرب، الدرجة الأولى في المنطقة الشمالية تقريبا 90%. أنا اللي بنصبه له احنا كرياضيين عرب انه نشوف مدربينا بيدربوا في الدرجه العليا وبده بخارج البلاد كمان، وفي فينا كفاءات، احنا لازم نشوف المدربين في الدرجه الممتازه. اسماعيل عامر قدم هذه، واتحاد شفا عامر يعني فراس مغربي رفض انه يدرب، يعني ما كان في ايمان في احنا بنلاحظ اخر فتره انه في اهتمام في المدرب العربي. طبعا الدرجه العليا شوي، مش انه المدرب العربي كبير عليه، بس طبعا هناك زي ما بيقولوا العنصريه او ازيد انه بحبوا المدرب. حتى بنلاحظ في الفرق الدرجه العليا مدربين اجانب طبعا، مش مدربين الوسط اليهودي. يوسف بدي اسالك عن اخطاء فرق الدرجه الاولى العربيه، هناك أخطاء كثيرة وإحنا منعاني من أزمات التفكيك منها شباب الطيبي، إحنا شفنا عدة فرق اللي عانت من التسجيل، كوكب تأخرت، يعني عدة فرق. أخ عابد نحن اليوم في الاتحاد العام لكرة القدم لما جينا نحدد ميزانيات في الدرجة الأولى، للأسف في عدة فرق عربية اعترضت، بعرف ليش اعترضت. طيب إحنا جينا نحماكم هنا، نحمل اللاعب العربي، نحمل انك تاخذ مستحقاتك، مش المهم تيجي تمضي مع اللعيب وتعطيه 20,000 شيكل واخر السنه معكش تدفع له، ويروح يتشكى على الفريق ويحل الفريق، وعده فرق اللي اليوم مش موجوده على الخارطه الرياضيه او بتعاني زي ما احنا قلنا فتره تسديلات او بدايه السنه وبنهايه السنه، وشفنا عده فرق. يعني اكبر دليل اخرى مره ابناء كلانسوي صعد الى الدرجه الثانيه واليوم مش موجود تفكك. طلع اكثر فريق شفته جريء وفريق ممتاز للموسم الكان الماضي هو هذا الفريق، يعني انا بعز علي كان لانه كان الاعتماد على لاعبين عرب ولاعبين محليين، لكن محلي من قلنسوة، يعني انا يعني متاثر كثير انه هذا الفريق اليوم مش موجود على الخارطه الرياضيه. شو بتقول؟ انا بقول كالتالي، عندنا مشكله اللي مشكله الادارات تعمل بعشوائيه، فيش خطط مدروسه، بدهم يطلعوا على السلم بسرعه وبنزل بهبطوا، ولأجل هذا الفرق تتفكك، فيش بيشتغلوش على الكوادر المحلية، بيشتغلوش على الكوادر المحلية طبعا، على الشبيبة والأشبال وكل هدول،
بروح بجيبوا تعزيز مفرط كثير بكلف ام الفحم الطيبه كل بلاد صعود سريع دفعت مصاري أسرع. دفعت ملايين ملايين الشواكل دفعت انفقت على لاعبين التعزيز ولاعيب البيت اهمله مش لاجل ذلك بنشوف احنا انه مش اكثر اللاعب اليهودي يفضل يلعب في الدرجه الاولى مش في الدرجه الممتازه وخصوصا في الوسط العربي في الوسط اليهودي بتفوش على المبالغ هاي في الوسط اليهودي بتفوش على المبالغ انت بتعرف انه هذا الموسم راح يكون رقابي من شركه فايتسمان مش بس فايتسمان كل فريق او اليونز المقدم وراكو والاتفاقيات مع اللاعبين الاتحاد العام لكره القدم وكل فريق بخالف هاي القانون يخصم من 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 رصيده 15 نقطه او حتى انزاله الى درجه اوطى انا بفكر هي الطريقه الافضل يعني انا حسب رايي كلنا ايدنا هاي الخطوه وهي الخطوه جدا مهمه خصوصا للفرق العربيه طبعا الوقت يدركنا يعني بدك تحكي شغلي شو انت بتخطط بس للمستقبل هاي مش مستقبل طبعا اللاعبين القدامى شو بتقدر تعمل للاعبين القدامى شيء مميز في المستقبل اخ عبد احنا بدنا هيك في الصدد ان شاء الله ونشتغل على هذا الشيء تكريم هذول اللعيبه القدامى نجومنا القدامى امثال واحنا بنشكرك على هذه المساهمه للاعب القديم يوسف اليوم يعني مثل صابوا الانتعاش انك ذكرته بايام كيف كان يصول ويجول يوسف احنا بنتمنى كمان انت كلمه للوسط العربي من ناحيه الرقابي طبعا نتامل كل النجاح لكل الفرق العربية في جميع الدرجات. إن شاء الله نتمنى كل النجاح. وطبعاً إحنا داعمين أول لكل الفرق الوسط. نشكر حضوركم. شكراً لكم. شكراً. يوسف سبيت عبد الفتاح محمد أنا عبد الباسط زابي كنت معكم على مدار حلقة شيقة على المحبة نلتقي على المحبة نفارق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.